الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 على الحياة فام. نشكركم اللي تبعوا فينا على الحياة فام واللي اخترتوا باش تبعوا الميسيون تاعنا الحياة في الجامعة. احنا كيما كل جمعة في الحياة في الجامعة نحكيوا على مبادرات الطلبة، نحكيوا على لي نوفوتي نتاع الجامعات التونسية وشنو عندهم جديد. المرة هذه باش نهزكم للمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير باش يحكيوا لنا على كومبيتيسيون باش تصير ان شاء الله لو 27 فيفري. سعيدة جدا باستقبال ضيوفي عزيز عبيسي وايمن الحشيد اللي باش يحكيوا لنا اكثر شكون الكلوب اللي منظم الكومبيتيسيون هذه وشنو هو البروغرام نتاع الكومبيتيسيون. باش نبدا بك ايمن الحشيد اللي باش تحكي لي اكثر على نيم المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمنستير، شنو هو الاختصاصات ونخلي لك الكلمه. لينيم ليكول ناسيونال دي ستيود دي انجينيور مونستير. في ليكول نتاعنا عندنا 4 ديبارتمون، ديبارتمون ميكانيك، وما نتصورش فما شكون ما يعرفش ديبارتمون ميكانيك إنيم، وعندنا زاد ديبارتمون الكتريك وديبارتمون انرجيتيك اللي يخدموا في خدمه مزيانه برشا، وعندنا زاد ديبارتمون تكستيل اللي هو الوحيد في شمال افريقيا. زاد بخلاف احنا الفورماسيون نتلاقاو كور دو لاني في القرايه، عندنا الشهر كامل انتر سيمستر اللي يصيروا فيه دي فورماسيون في برشا اختصاصات والكل. ومش احكيكم عزيز على الاسوسياسيون تاعنا اي دي، دونك اكيد برشا اختصاصات كيما هكا بوليفالونت اللي تجمع بين الميكانيك والالكتريك وتكستيل وكل، دونك فما برشا دي اسوسياسيون قاعده تنشط في الدومين هذا. دونك عزيز باش تحكي لي على الاي دي، هي اسوسياسيون انتغراسيون اي ديفلوبمون دي انجينيور، وانتم ان شاء الله لي فيتور انجينيور نتاعنا. شنو هي اي دي؟ شنو هي لي اكتيفيتي اللي قاعدين تقوموا بها؟ باش نحكيو اليوم على الاي دي اللي هي جمعيه الادماج وتنميه المهندسين. في الاي دي نلقاو برشا كلوبات باهي كيما كان يحكي لكم ايمن، معانا لي كاتر فيليير، تلقى في الاسوسياسيون تاعنا تلقى دي كلوب نتاع ميكانيك وميكاترونيك، كلوب تكستيل والكل. وزاد في الاسوسياسيون عندنا دي كلوب، كلوب انفو، كلوب ايرو، فهمت، باش تكون تلم كل شيء وتلم الاختصاصات اللي موجوده في لينيم واللي مش موجوده. باهي الهدف من الاسوسياسيون تاعنا هو تاثير الطالب وادماجه في الحياه الجامعيه والعمليه وتطوير لي سوفت سكيلز نتاعو كيما تكنيك دو كومونيكاسيون، الميديا، سبونسورينغ والكل. والهارد سكيلز زاد في دومين تكستيل، ايرو، انفو والكل. هكا يطلعوا طلب بوليفالون. بالطبيعه احنا الهدف نتاعنا باش يكون طالب بوليفالون، معناها ما يكونش تخليني مثلا باش يقرا دومين معين يخرج بالاختصاص هذاك. بار اكزومبل معناها انا نقرا تكستيل، تلقى النهار كامل داخل نصنع في الروبوات، نخدموا في الطيارات، نخدم معاهم اصلا حتى توا كي باش نحكيو لكم الكل على المسابقة ان شاء الله. يعطيك الصحة باش نحكي لكم، انا نخدموا معاهم الناس كل نخدموا مع بعضنا، في الاخر باش تطلع انجينيور بوليفالون، معناها مش جايين باش ناخذوا شهادة ونروحوا احنا، ونشجعوا احنا معناها الطلبة الكل باش تدخل معانا في لي كلوب وتنشط وتكون عندها معناها باجاج تخرج بيه. مهم جدا الحياه الجمعيات اللي قاعدين ينشطوا في الجامعات هذه، مهم جدا على خاطر يتعلموا الطلبه ابار القرايه اللي يقراو فيها والاختصاصات، يتعلموا حاجات جديده في الجمعيات. وزاد البوان مهم على الاخر اللي هو لي سوفت سكيلز اللي قال عليهم عزيز، حاجات ما نكسبوهمش في القرايه تيوريكمون، اما كي ندخلوا للكلوبات كي ندخلوا لي كومبيتيسيون هذوما نتعلموهم، نتعلموا نخدموا اون ايكيب، نتعلموا الكوميونيكاسيون وكل هذا مهم جدا. وهذاك علاش انا ديما نحاول نشجع على لي زكتيفيتي اللي يقوموا بها. دونك عزيز هما فما برشا دي ديبارتمون، انتما كنت حاب تكمل تحكي لي على اي دي. في الاي دي نعملوا بوكو دو فورماسيون، معناها باش نتعلموا بهم اللي كنا نحكيو فيه الكل. نعملوا دي فورماسيون يعملوهم لي ستوديون، معناها اللي عندهم خبره في المجال بعد ما عداو سنين، والا نجيبوا معناها شكون معناها يقوم بالفورماسيون هذه والكل. وزاد احنا نشاركوا معناها
في كيف نشاركوا في مسابقات روبوتيك اللي يعملوهم الجامعات الاخرين وكما احنا زاد ننظموا مسابقات كما اليت تشالنج للانديسي زاد عندنا تونيزيان جيت وينجز تابع ليرو والكل نحن في الايدي قاعدين نخدموا في خدمه كبيره على الاخر وقاعدين نطوروا من رواحنا معناها وقاعدين نتعلموا من بعضنا ونعلموا في بعضنا وتلقى جو العائله معناها في الايدي والعبد كلها طياره معناها على الاخر تحب تخدم وتوصل وتتشجع وهذا المهم وهذا الحياة الجامعية راهي اكسبيريونس باهية هذوكم لي سوفونير اللي باش نعملوهم في الجامعة دونك الحاجة الباهية اللي نحنا نعيشوا التجربة هذه في لي كلوب في الجمعيات في لي زيفينمون اللي ننظموهم ونتعلموهم وهذوكم اللي باش يطوروا منا نهار اخر وباش يطلعوا دي فيتور انجينيور عندهم برشا سكيلز باش نرجعوا لكم بعد الفاصل الغنائي باش نحكيوا لكم اكثر على كومبيتيسيون اللي باش تصير ان شاء الله لو 27 فيفري منظمينها اي دي انيم خليكم معنا متواصلين الحياه في الجامعه نقل لمشاغل الطلبه حياتهم الجامعيه وابداعاتهم الطلابيه رجعنا لكم أعزائي المستمعين مازلنا متواصلين معكم في الحياة فيم في الحياة في الجامعة ونشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على 93 احنا اليوم حكينا على المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اللي منظمين باش ينظموا كومبيتيسيون حكينا على اي دي الاسوسياسيون هذي فاش قاعدة تخدم فاش قاعدين ينشطوا طلبة اللي في الاي دي قالوا لنا راهو هما يخدموا روبوتيك يخدموا برشا ديفيليير اخرين حاجة تابعة لفيليير نتاعهم بلوتو يخدموا ايرونوتيك زيدة. وهذا باش نحكيو اكثر على ليزيفينمون اللي نظموهم والمبادرات اللي قاعدين يعملوا فيهم اي دي باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع ايمن حاشيدلي دونك ايمن باش تحكي لي شنو ما ليزيفينمون اللي تعملهم اي دي وبعد باش تحكي لي اكثر على ان دي سي هذا للعباد اللي يسمعوا فينا احنا في الاي دي نظموا ليليت تشالنج ليليت تشالنج هي كومبيتيسيون تاع روبوتيك عكس لي كومبيتيسيون الاخرين اللي تاخذوا الكايد شارج قبل بشهر ومرات حتى بشهرين وتبقى تخمم في عقلك وتخدم في ليليت تشالنج احنا نجيبو ديزيكيب مش كان في تونس وناسيونال نجيبو في ديزيكيب انترناسيونال ديجا في ليديسيون اللي قبل جات ايكيبات من الجزائر من المغرب من برشا بلدان في ليليت تشالنج فهو 24 تشالنج كما تعرف نعطيهم كايد شارج صباح نعطيهم الوقت باش يخدموا ونوفروا لهم الماتريال كل اللي يستحقوه يصنعوا لي روبو نتاعهم معناتها في 24 ساعه يخرجوا لي سوليسيون كل شيء دونك تكون افيكاس اكثر ويكون الترافاي ديكيب هكا افيكاس على خاطر في 24 ساعه كهو باش يحضروا الروبو هذاك سولون الكاي تشارج وكل اصلا تعلم كيفاه تخدم سوبريسيون وكل مش كيما تاخذ وقت تخدم فيه كيما 24 ساعه كهو بالطبيعه هذه اوبورتونيتي مزيانه على الاخر ابار ليلي تشالنج باش تحكي لي على ان دي سي ناشونال ديزاين كومبيتيشن كان مانيش غلطه باش تكون سنه في دورتها سادسه دونك 6ème اديسيون تاع ان دي سي ايمن مازلت معاك باش تحكي لي على شنو هو البروغرام وشنو هو الكونسيبت نتاع الكومبيتيشن هي قبل البروغرام انا حبيت نحكي لك ان دي سي هي اول كومبيتيشن دو ديزاين صارت في تونس قبل ما تجي ان دي سي ما كانش فما مجال اصلا للي كونسيبتور باش ينجموا يخدموا ولا حتى لي زيتي دونيت باش يتعلموا ويجربوا يحلوا دي بروبليم تاع اندستري وكل بحكم سنه الانديسي في ليديسيون سادسه نتاعها اللي هي باش تصير لو 27 فيفري حبينا نزيدوا بارتي جديده بالاضافه بارتي سي او كونسيبسيون اسيستي بار لورديناتور والفري هاند دروينغ اللي هم دو بارتي معروفين وتسميو على الانديسي زدنا سنه بارتي تكستيل بحبيت نوضح اكثر لي تروا بارتي نتاعنا
نتاع السي او اللي تبع البارتي تاع الميكانيك البارتي تكستيل تحكي على عزيز بحكم في دومين بكل خبره. دونك العباد اللي يسمعوا فينا اكثر سي او والسوليد ووركس اللي هو اللوجيسيال اللي يخدموا به هذا هو يخص الكونسيبسيون ميكانيك يخص الديزاين نتاع لي بيس ميكانيك هكا كان مانيش غلطه. دونك تكون فيه كومبيتيسيون هذه باش العباد اللي تعرف تخدم شويه في اللوجيسيل هذوما يتعلموا اكثر وحتى اللي ما يعرفوش ينجموا يشاركوا في الكومبيتيسيون ويتعلموا بالاوبورتونيتي هذه. دونك احكي لي ايمن على لي بارتي نتاع السي او. بعنا في البارتي لو الكونسيبسيون سي بار اورديناتور سي او اللي هي مش تصير كونسيبسيون على سوليد اللي هو اللوجيسيل المسمي على الكونسيبسيون في العالم الكل مش كان في تونس بحكم الايديم تسمي عليه لي تشالنج هذاك علاش الكايد شارج تهبط لو جورجي دو كومبيتيسيون. بي في السي او في السي او كون فيه في وسط يعني بخلاف لي تروا بارتي نتاع الانديسي سي او بيد فيه تروا بارتي يتعطاو للكيب ويتعطاهم طون 4 بي بارتي الاولى هي بارتي كونسيبسيون عاديه وفما بارتي اسامبلاج فما بارتي انوفاسيون باش فهم يبتكروا حاجة جديدة وكل بار اكزامبل في الاديسيون تاع في 5ام اديسيون انوفاسيون كانت كيفاه تنجم تطلع انرجي من البرام تاع الكار اللي هي حاجة تنجم تفيدك برشا. فهمتك. دونك ديجا هذه البوان الثالث هو يشجع على الكرياتيفيتي ويعمل الديفيرسيتي نتاع الافكار وكل العباد بالخدمه هذه بالاوبورتونيتي هذه تزيد تاخذ فكره على الكونسيبسيون نتاع الكونسيبسيون ميكانيك. بين تعديو للبارتي الثاني اللي هي الفري هاند دروينغ ماهيش مش تكون كما تعرف العباد يعني رسم باليد مش تجيب واحد يرسم هكا مي مش نعطيهم بروبليم زاد نهار الكومبيتيسيون ونشوفوا يلزم يلقى لي سوليسيون تكنيك بوسيبل بعديك يرياليزيهم جوست بيدو بنعطيو قلم رصاص وقوم بوبي ديسان جوست يرياليزيهم في 4 لي سوليسيون نتاعو مثلا في لي ديسيون تاع 2015 البروبليم كان كيفاش نجم نخرجوا من لومبتياج والا نسهلوا سيركيلاسيون الكل اون جينيرال. هذاك علاش برشا من المشاركين مثلا اقترحوا فكرة كهرباء درون فما فازت ليميترول يمشيوا الفوق ديجا اقترحت في الانديسي قبل ما تصير رياليزاسيون تاعها في ألمانيا اللي هم يخدموا بهم توا. مهم جدا الحاجات هذوما خلي هكا كيما قلت بكري يحلوا باب للكرياتيفيتي وللانوفاسيون نتاع الطلبه هذه فرصه باش يبدعوا باش يكونوا بلو كرياتيف. دونك هذوما كانوا لي بارتي نتاع لي دو بريمير بارتي القدم اللي في الانديسي وسنا مش نزيد كيما قلت من الاول مش نزيدوا بارتي تكستيل بارتي تكستيل. دونك شنو نرجع معاك عزيز عباسي بيسكو انت اليف انجينيور اون جيني تكستيل في لينيم باش تحكي لي اكثر في الانديسي شنو عندكم جديد. باهي احنا في لي 5 اديسيون القدم الكل كانوا يخدموا كان على البارتي ميكانيك معناها وكل يا اخي سنا تقدمنا بفكره انه معناها علاش ما نزيدوش بارتي تكستيل خاطر هو اون جينيرال لانجينيور هو اسبري معناه نفس الدومين فما بياسات تكستيل كيما فما بياسات ميكانيك معناه نفس الحكايه باش نخدمو هذاك علاش احنا السنة حبينا نزيدو البارتي هذه في الاندي سي معناه او ميم طون باش تشاركوا لي ستوديون تاع اللي يقراو تكستيل باش يكون فما اكثر خدمه اون ايكيب مع دي ستوديون من دي فيليير مختلفين. باهي دوك كان تزيد تفسر لنا اكثر شنو الكونسيبت نتاع البارتي هذي. احنا حابين نتعمقوا اكثر في التكستيل تكنيك. باهي مثلا باش نعطيك اكزامبل كيفاش مثلا نجم نخرج انرجي من عبد قاعد يجري ولابس فيست معناها احنا تكستيل تكنيك ما باش نعملو تكنيك في الفيست نتاعو هو يخرج منه الانرجي والكل على الشارج وكل شيء والا مثلا كيف سبادري اللي نلبسوه مثلا نعملوه تكستيل انتليجون
وكل يعني كل ما وين تتبدل السرفاس نتاع السبادري يصير فما فلو وتصير كورون اندوي والكل سي ديجا هو التكستيل خاطر هو يلم كل شيء، يلم الالكتريك يلم الميكانيك. لازم احنا نلقاو دي سوليسيون وكل باهي. هذا البرانسيب اون جينيرال كالعادة، معناها الكايت شارج اللي هنا تهبط لجور متاع الكمبيتسيون عندهم معناها المشتركين ليزيكيب معناها يقسموا الكل وكل شيء يهبط في الكايت شارج من بعد اون ديتاي، وعندهم كاترور معناها يخرجوا السوليسيون ومن بعد لي جوري هما اللي معناها يختاروا اني هي احسن سوليسيون. شكون باش يكونوا لي جوري نتاعكم في الكومبيتيسيون؟ باش يكونوا لي بروفيسور نتاعنا معناها في الدومين التكستيل، نحكي على البارتي الثالثه هذه، باش يكونوا لي بروفيسور نتاعنا هما باش يكونوا دي جوري ويكون فما معناها دي زيكسبير. وبالنسبه للميكانيك كيف كيف بروفيتكم هما اللي باش يكونوا لي جوري؟ مش بروفيتنا كون مش نجيبو ديز اكسبير ديز اندستري، مازال نشوفو اللي يفهم المختصين في الـ في الـ نجيبو دي ان اس كومبيتون والكل مش اللي يجي مش الجوري بطبيعة الحال. دونك هذي البارتي الثانية متاع الـ متاع الان دي سي اللي باش تكون تابعة جماعة تكستيل، اما هي تصور كومبيتيسيون موجهة للي زيتيديون الكل، معناتها اللي مش بالضرورة من اللي نيم من اي فاكولتي. اي اللي زيتيديون من اللي فاكولتي الكل، وزادة اللي جون ديبلومي اللي حبوا يجيوا مرحبا بهم، الباب محلول للناس الكل، اي واحد عنده موهبة وحب يرياليزيها مرحبا به. يعطيكم الصحة على الانيسياتيف هذية، مهم جدا الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها والبيبان اللي قاعدين تحلوا فيهم لي زوبورتونيتي هذوما. بالك شو فما دي زيتيديون عندها ما تقول في روحها في الديزاين ولا في الكونسيبسيون ميكانيك ولا حتى في التكستيل، ويحبوا يلوجوا على لوبورتونيتي باش يوظفوا السكيلز نتاعهم وباش يكونوا كرياتيف اكثر. نحبك ايمن تعاود تفكرنا بالبروجرام بالضبط نهار 27 فيفري في لينيم، كيفاش باش يكون الديسباتشينغ نتاع الفقرات هذوما؟ معناها البروغرام باش يكون بالضبط لاكاي لانسكريبسيون من الاول، بعديك عندنا المود دوفرتور كيما اي ايفينمون، بعديك تصير البوز كافي والكل، بعديك نبداو باول حاجه الكومبيتيسيون مسميه الان دي سي اللي هي كومبيتيسيون سوليد وركس، بعديك نتعداو الكومبيتيسيون تكستيل اللي هي حاجه جديده والكل، بعديك نحطو المتبرين اللي جاوا والكل نحطهم فيهم في نعطيهم لي بابي ديسان القلم رصاص وقوم، ونعطيهم السيجي نتاع الفري هاند دروينغ ونخليهم الوقت باش يحلوا البروبليم والكل، بعديك نعملوا بوز دي جيني، بعديك نتعداو البريزونطاسيون تاع الفري هاند دروينغ ونتاع الخدمه الكل نشوفوهم والكل، بعديك تصير نعطيو لي بري والكل. فهمتك. دونك اكيد فما جوائز، بون نعرفش بالك تحبوا تخليهم سوربريز. فما جوائز قايمه في كومبيتيسيون كبيره كي هكا اصلا متسمي علينا الكومبيتيسيون هذه اول ايكول عملتها هي ليني. واللي شاركوا عندهم سيرتيفيكا ولا المشاركين لي بارتيسيبون كي باش يشاركوا في في الكومبيتيسيون هذه؟ ان شاء الله الناس الكل معناها فما سيرتيفيكا للناس الكل اللي باش تشارك ابار لي بري معناها نتاع لي برومي بلاس والكل. الانسكريبسيون في الكومبيتيسيون هذه كيفاش معناتها؟ هما يشوفوا انتم هبطوا على الباج نتاعكم؟ معناها كيف يتبعونا على الباج نتاعنا نهبطوا الكايت شارج وكل نهبطوا معناها شنو الانسكريبسيون كيفاش و بار ديتاي تبتو لي ديتاي باش هما اللي يحبوا باش نسهلوا عليهم الكل وتكون كل شيء منظم ان شاء الله. واحنا جماعة الايدي معروفين بالخدمة جاونا باهي راهو ديجا ما شاء الله. هما دي فيليغ معناها لي فيليغ متاع ليني من الكل ملمومين في اسوسياسيون اي دي هذيا، وقاعدين يخدموا وينشطوا في برشا انشطة مزيانة على الاخر، يعملوا في مبادرات للطلبة. هذه دعوة مفتوحة للعباد الكل اللي تحب تشارك، ديما خليكم على باج بالباج فيسبوك متاعهم اي دي باج
ليفينمون زاد NDC NDC في الدوره السادسه نتاعو. يعطيكم الصحه الاولاد. نخلي لك كلمه الختام ايمن وبعد نرجع لك عزيز. حبيت نشكر ليكول نتاع لينين، وحبيت نشكر مافامي ايدي بالرسمي اللي حلت لي باب كبير وعلمتني برشا حاجات في البريود الصغيره اللي عديتها فيها. احكي لي باش نكمل معاك، حبك تحكي لي على البريود الصغيره هذه. نحبك تشارك العبيد الامباكت نتاع المشاركه في الايدي. شنو هي الامباكت نتاع الفي اسوسياتيف؟ العبيد اللي باش تجي من البريبا باش تتوجه، شنو تحب تقولها؟ برسمي جيت من البريبا، ما كنت نعمل في حتى من لا حتى كلوب لا حتى جمعيه لا حتى شيء. جست نهاريك مشيت انا وعزيز لليني نلقاو الاولاد، وكل عمرهم ما حسون اللي فما دي ريسبونسابل في الاسوسياسيون ولا حاجه كيكا. اصلا دخلنا معاهم برسمي، كي تقول هادي تقول عائله ولا. وهذا مهم على الاخر، الفي اسوسياتيف والحاجات اللي قاعدين تقوموا بهم، تتعلموا منهم، تخدموا اون ايكيب، تسهروا مع بعضكم في الروبويت. فما عباد تعرف وعباد ما تعرفش، والعباد اللي تعرف توري العباد اللي ما تعرفش. هذا ليشانج اللي احنا نحبوه ديما يكون موجود في الجامعات، والبارتاج ديكسبرتيز. هذا عزيز تحب تحكي لي على الاكسبيريونس نتاعك انت في اي دي، العباد اللي يسمعوا فينا اكثر خلي يعرفوا الامباكت. برسمي في الايدي الحاجة اللي معناها عجبتني وخلتني معناها معاهم غادي والكل، انه يحطك في الطريق، يقول لك معناها راك اعمل هكا وهكا وراك نجم تخدم الكل، ويقول لك معناها ابدع انت، اعطي افكار، اخدم على روحك وانا طول نصلح لك، مش اللي يشد يفرض عليك او اخدم هذه او اعملها والكل. هذيك الحاجة الباهية في الخدمة، الكل هكي الاخوات تتصرف مع بعضها، سواء اللي ريسبونسابل متاعنا معنا عمرك كيما قال كيما عمرك ما تحسوا هذيك ريسبونسابل ولا حاجة، حتى معنا ديما البرة مع بعضنا ونحكيه ومعنا نتناقش ويسألوك ياخذوا رايك ياخذوا افكارك ويخليوك انت تفكر باش توصل، معناها ماكش حابس في الحاجة هذيك وإلا الحاجة اللي يحبوها هما كهو، الناس كلها تخدم مع بعضها. يعطيكم صحة عزيز عباسي وأيمن الحشيد لي على البختاجة ذي. يعطيكم صحة على الانيسياتيف متاع اللي جيتوا بحذينا ساعة، مرحبا بكم، وعلى الخدمة اللي تخدموا فيها كسوا في اي دي ان جنرال ولا الايفينمون اللي قاعدين تنظموا فيه اللي هو باش يكون لو 27 فيفري ان دي سي ناشونال ديزاين كومبيتيشن، باش تكون في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير. وبالمناسبة هذه نحب نقدم تحية للفامي اي دي اللي يحكيوا عليها. نحب قدم تحية للطلبة اللي في الليني من الكل اللي قاعدين يخدموا ويخلقوا في الفرص هذه للطلبة. احنا الجو هذا ديما نحبوا نبارتاجيوها معاكم، نحب نوريكم اللي القراية كهوا ساعات ما تعاونش الطالب باش على الانتيغراسيون متاعو نهار اخر في الفي بروفيسيونيل. لي فيتور انجينيور متاعنا يستحقوا الميليو متاع ايشانج ديكسبرتيز متاع كوميونيكاسيون متاع كرياتيفيتي، نوفرو لهم لي opportunités باش يكونوا كرياتيف وباش يكونوا بلو انوفون، وهذا اللي لازم ديما يكون في الجامعات التونسيه نتاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم الكونتينو نتاع الليله. نعاود نفكركم اللي فما كومبيتيسيون ان دي سي لو 27 فيفري في لينيم، خليكم ديما على باج بالليفينمون نتاعهم على الكونتاكت فيسبوك نتاعهم كلوب اي دي. يعطيكم صحه الاولاد مره اخرى اللي جيتوا بحذنا. نشكركم اعزائي المستمعين اللي سمعتوا وكنتوا تابعوا فينا في الحياة في الجامعة، ونشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على 93 على الحياة FM. نشكر ليكيب تكنيك اللي كانت معايا، احمد مخلوفي في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الاخراج الرقمي، وفي التقديم كانت معاكم من الغويلة. ان شاء الله ليلتكم زينة، تصبح على خير. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وابداعاتهم الطلابية.